ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وتريلر رياكشن جديد لفيلمين المره دي، وهما فيلمين عربي. الفيلم الاولاني هو اوريدي نزل سينما في مصر، بس انا هنا لسه ما نزلش، ولسه مكتشف ان نزل له تريلر اصلا من كام يوم، فقلت اجي اعمل له تريلر رياكشن. افاجئ بالصدفه الاقيه نزل امبارح في مصر، فاللي هو ازاي يا جدعان؟ يعني اللي هو نزل في مصر وقبلها كان بيومين ثلاث ايام نزل التريلر، فانا مش فاهم ايه التريلر اللي بينزل وبعدها بيومين بينزل الفيلم ده. هو فيلم اسمه 30 مارس. والفيلم الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم اسمه عروستي. اوكي، طبعا الفيلمين مصريين. عايز اطلع على الكاست ليست. فيلم 30 مارس هو من تاليف حميد المدني، اخراج احمد خالد موسى. اوكي، مش بحبه قوي كمخرج. فريق العمل: احمد الفيشاوي، دينا الشربيني، ايا سليم، اوكي، محمد علي رزق، اسماء ابو اليزيد، احمد خالد صالح، خالد الصاوي، محمد جمعه، صبري فواز، محمد شاهين، ندى موسى، انجي المقدم. واو، وات ان اميزنج كاست. اكيد ممكن يكون الفيلم حلو، مش عارف، تفتكر ممكن يكون فيلم حلو؟ اصل انا مستغرب قوي ان الفيلم نزل، يعني ما تفهموش، يعني الفيلم نزل امبارح ونزل التريلر. اقول التريلر نزل من 4 ايام تقريبا بالظبط، يعني انا مش او 5 ايام، انا مش عارف ايه الفيلم اللي ينزل له تريلر وبعدها باربع ايام ولا 5 ايام ينزل له الفيلم. انا عمري ما شفت كده في حياتي يعني، فشيء غريب، شيء غريب يا عمري. اوكي، نتفرج على التريلر فيلم 30 مارس. طبعا كالعاده ما شفتوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. فيلم 30 مارس، يلا بينا. طول ما عيني مغمضه ببقى متأكد اللي هشوفه غالبا حلم. أنا بلقطك هي فلاين كده، ده حد عايز يساعدك مش عايز يضرك. ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، وأنت ماشي في طريقك الصح وأنا معاك. الحقيقة بتفضل حقيقة بس عشان مش بنقوم من النوم بعدها. الحاجة عايزك تعملها أول ما تصحى من النوم إنك تفكر إن اللي شفته ده حلم. الصاحب له عند صاحبه إيه؟ أنا بقى دكتورة والله. عملت التلات قتلة، فنزلي السلاح بدل ما يطول. كل واحد فيكم بشكل أو بآخر كان زمانه دلوقتي ميت. انت غبي، انت غبي. علي أنا عايز أقف معاك وأساعدك، أنت مش مساعدني. خد البيت وامشي من البيت حالك. بس خدي. هو أنت إزاي قدرت تعمل كده؟ على قد ما أنا ردك في كل حاجة بتعملها، بس مفيش حل قدام الدكتور. غبي يا حنان يا ساقة يا ملكة الأكشن. قلت لك جوز ولاد ده. بقيت بخاف من النوم وبترعب من الصحيان. سيربرايز. اوكي، على فكره تريلر حلو برضو، في نفس الحوار بتاع موضوع الضيوف الشرف. اوكي، ما فيش فايده مهما هنتكلم، فما فيش فايده. ومتاكد مليون في المية حلو اللقطه اللي هتنقل كريم في الاخر، بس انا متاكد مليون في المية ان كريم هتطلع مثلا دقيقتين ثلاثه مثلا اخرها يعني. دينا الشربيني زي القمر، دينا الشربيني زي القمر يا جماعه، طب بجد يعني مش طبيعيه زي القمر، وانا بعشقها وبعشق تمثيلها بصراحه يعني. مش عارف، فيلم غريب شويه. انا ما فهمتش في ايه، في ايه يعني، في ايه مش عارف. هو احمد فيشاوي عنده تقريبا شيزوفرينيا، وفكرني بالفيلم شويه بتاع ديجافو، مش عارف ليه برضه. خايف ان الفيلم يكون من نوعية الافلام اللي هو بيلعب على التريلر، وبعد كده لما تيجي تخش تتفرج على الفيلم تتصدم وتلاقي فيلم في الاخر يطلع يعني حاجة تقرف يعني من الاخر. اخاف اخد الريسك واخش الفيلم، اخاف، خصوصا ان انا ما دخلتش ماكو، ما اتفرجتش على ماكو، لان انا متأكد من قبل ما اشوف الفيلم حاسه مش حلو. وفيلم 200 جنيه برضو انا متاكد مليون في المية لسه ما شفتش الفيلم ومتاكد ان هو مش حلو، وحاسس ان ده ماشي على نفس الخطط يعني، فمش عارف ممكن اتفرج عليه الفيلم ده ولا لا. انا عجبني التريلر وعجبني الكاست ليست. انا بحب بصراحه فيشاوي، بحب دينا الشربيني، وبحب ايا سليم، وبحب احمد خالد صالح، بحب خالد الصاوي، لا وصبري فواز، وفي ممثلين تقال يعني، في ممثلين بجد تقال في الفيلم يعني. انا عجبني الكاست بتاع الفيلم، بس مش عارف، ومش عارف ادي نسبه ترقب، لان اوريدي الفيلم نزل في مصر، فممكن اقول نسبه ترقبي ليه هنا ان هو طبعا لما ينزل هنا مش عارف 6 من 10 ممكن،
مش اكتر من 6/10. والفيلم ده برضو زي ما قلت لكم فيه ريسك جامد. الفيلم ده من نوعيه الافلام يا اما هيبقى حلو قوي يا اما هيبقى وحش قوي. يعني انا شايف من وجهه نظري، خصوصا انا احمد خالد موسى بصراحه كاخراجيا ما بحبوش، يعني كمخرج مش بيجي معايا سكه قوي افلامه. صعب صعب. خلينا نفكر خلينا نفكر ايه النظام، يعني ايه النظام، هنخشه ولا مش هنخشه. خلينا نشوف، خلينا كده زي ما تقول كده سبع على الله، يعني سبع على الله او نسال الله التسهيل. يعني الفيلم التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو فيلم عروستي، وهو الفيلم اللي هينزل برضو المفروض ان هو هينزل في الشهر ده. المفروض بقى احنا هنتفرج على حاجه كوميدي. البطول التاليف مصطفى البربري واخراج محمد بكير. اوكي. البطولة احمد حاتم وجميلة عوض وبالزاوي صابرين زينب غريب مروان يونس ندى اوكي مروان يونس ليدنج يعني مع احمد حاتم وجميلة عوض. بصوا ككاست بصراحة ككاست مش عاجبني قوي قبل ما اشوف التريلر، وحاسس ان الفيلم هيبقى قالش، يعني حاسس ان الفيلم هيبقى قالش. يعني ممكن اكتر واحد مثلا هيبقى لذيذ في البفة دي كلها ممكن محمود البزاوي، حاسس يعني قبل ما اشوف التريلر. اوكي. طبعا كان عادي ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، ويا رب ما يطلعش قالش وحاسه انه هيطلع قالش. يلا بينا. يلا اعتذر على العمل ده يا حبيبتي. مش هعتذر. يلا اعتذر. بحب اجرب حاجات كتير. اللي ضارب عندي الفتره دي يوجا. باين عليكي ترابيزك حلوه. هي البنات بقت بتجيبها دايما عايز دلوقتي. دي مش معزه، دي بيبي جول. هتكبر وتبقى معزه. اروح هايبر اجيب لها ريسيم اورجانيك. ريسيم جل ولا عاده؟ عسل. اللي قولي انت بتاخد كام في الشهر؟ ساعات 20,000 دولار؟ لا بولبو طبعا. لا متهوره. الاكستنشن تحفه عليك. اموت واعرف بتلزقوه ازاي في الفروه. انت بتعين؟ حقي. هو الكرياتين والمايكرو بليدنج سابوا لنا حاجه؟ ريح الحزام. يا بنت لازم تاكلي كده ويمر عليك عشان تعجبي الهرسيه. انا حلوه كده. محمد محي. لو محمد محي اعتقد بقى انها مكتئب. اللي جاي ايه يا قطه؟ في مشهد في الحمام؟ في مشهد ملحمي في الحمام. ايه ده مفيش كسوف؟ بتحبني؟ طبعا يا حياتي. اذبح لها القطه. انا هحلب لها الماس. لا دقه. اظبطي ساعه الصفر. يعني انا اتلعب معايا عروسه. هي الشنطه دي كان فيها ايه؟ كان فيها الموبايل وكريدت كاردز وانسيال ذهب وروجاجو بتاعي. انا جرب اكلمه، هو بس الخوف لا يطمع في الروجاجو ده. لو النبي ما تفولش، ده من امازون يو كي. يعني ده المفروض ان هو فيلم كوميدي. انا سبحان الله، يعني سبحان الله لسه بقول يا رب الفيلم ما يطلعش قالش. وبعد كده المفروض ان مروان يونس يعني السبورتنج اكتر اللي هو المفروض ان هو بيبقى الكوميدي او تقريبا هو يعني السبورتنج كوميدي اكتر اللي المفروض بيبقى مع جنب احمد حاتم. يعني ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ مش عارف ازاي. انا شايف من وجهه نظري الفيلم ده حقيقي لو نزل سينما وجاب 3 مليون او 4 مليون ده بالنسبه له ان هو مش عدى. ده بالنسبه لي انا يعني واو واو، الرقم خيالي اصلا. يعني جماعه مع كامل احترامي لكل الكاست ليست، بتكلم بجد يعني مع كامل احترامي للكاست ليست اللي موجود في الفيلم، بس الكاست ليست اللي موجود ما ينفعش فيلم كوميدي. يعني ما ينفعش يكونوا كوميديا، يعني كوميديز ما ينفعش. يعني احمد حاتم افهاته قلشه، وشفنا ده كويس قوي في فيلم الغساله، فمش هنضحك على بعض. وفيلم الغساله انا شايف من وجهه نظري ان هو نجح عشان الاغنيه بتاعت ويجز. جميله عوض على قد ما انا بحب تمثيلها بس ما تنفعش كوميدي برضو، ده يعني مش دمهم يلطش يا جماعه. وصابرين كوميدي ما ينفعش. مروان يونس انا ما فيش يا جماعه، مروان يونس ازاي كوميدي يا جماعه في الفيلم ده؟ يعني انا مش فاهم. حتى انا اصلا مروان يونس اصلا اساسا في لما بيعمل مثلا فيديوز على الانستغرام او الفيسبوك والحاجات دي كلها اصلا ما بيضحكنيش مبدئيا. زينب غريب برضو نفسك. انا قايل بالزاوي، انا شايف ان بالزاوي هيطلع اكتر واحد بيضحك في الفيلم يعني. و مش عارف اقول ايه بصراحه، مش عاجبني خالص. طب ده نسبه ركوبي ولا حتى 2/10، هو مدوش مش هفكر اخشه اساسا يعني. صعبه قوي صعبه قوي. 30 مارس ممكن، 30 مارس ممكن، بس عايز اشوف الاول اراء الناس. يعني عايز اسمع اراء الناس الاول، حابب اسمع اراء الناس الاول، اعرف الريفيوز بتاعت الناس عامله ازاي في مصر، وهل اذا كان الفيلم فعلا حلو ولا فاكس. يعني لان زي ما قلت فيلم 30 مارس هيبقى من نوعيه الافلام اللي هو يبقى هيبقى حلو قوي يبقى هيبقى وحش قوي يعني. بس دي كانت حلقتنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.